من قلب الصالات أبعث بالتحية، ومن مجمل أحداثها أستقي المحصلة لأطلب التايم أوت معك عزيزي المشاهد، من خلاله أنقل الواقع لواحدة من الأحداث الرياضية في المنظومة الدولية، وهي بطولة المرحوم الشيخ محمد بن خالد القاسمي لكرة اليد، والذي شرفني أنا محدثكم خالد الحمادي أن أعيش وقائعها معكم، فأهلا بكم. قبل الدخول مشاهدينا في تفاصيل الحدث الأهم في الإمارة الباسمة وبالتحديد في بيت الكوماندوز، يسعدني في البداية الترحيب بضيوف الحلقة وهم سي حميدة مدير جهاز كرة اليد بنادي المجمع البترولي الجزائري، أهلا وسهلا فيك. شكرا. أستاذي الكريم أيضا الكابتن حمادة عبد الباري رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك، مرحبا بك كابتن، وسعيدين بتواجدكم في بلدكم الأول، ما بنقول بلدكم الثاني. أيضا أرحب بالأستاذ صلاح الحسني رئيس لجنة الفعاليات في البطولة، مرحبا بك أستاذي الكريم. أيضا ناصر الحمادي رئيس اللجنة الفنية في البطولة، أهلا وسهلا بكم جميعا، وسعيدين بأن تجمعنا هذه البطولة المميزة الجميلة، البطولة التي خلدها الاتحاد الدولي في سجلاته، كان وراءها رجل أجبر العالم لاحترام ذكراه، هذا الرجل نروي سمات شخصيته في سياق التقرير التالي. كيف لتاريخ بألا يؤرخ اسمك، وكيف لزمن بألا يخلد إرثك، وكيف لقلب بألا يمجد ذكرك، وكيف لسالفة بألا تهفو فيها روحك. أنت من أبدعت في حياتك فمت مبتسما، وأجزلت العطاء فرحلت كريما، وصنعت المجد فودعت مرفوعا لرأس. الرياضة تدين لك بالكثير، فأنت من حرك ثورة إنجازاتها في ثكنات الكوماندوز يا ابن خالد، وأنت من حركت عجلة الكرة الصغيرة فصنعت من شبابها أبطالا، وأنت من تبوأت مقعدا في ثقافة إمارة فجعلت من حضارة إعلامها رمزا. المساحة لا تكفي لتعداد مآثرك، فإذا كانت شعلة النار قد التهمت جسدك فرحل، إلا أنها لم تلتهم مكاربك والتي كان أعظمها أثرا في القلوب، تلك الوصية التي هزت أركان العالم وسالت لها أنهار الدموع وعلت لها نبضات القلوب بعد أن جاءت كلماتها لتقول: أطالبكم وأتوسل إليكم ألا تمتد يد العقاب على من تسبب في رحيلي، أعفو عنه فإنه لم يقصد إيذائي، إنه الموعد المقدر، وأستحلفكم بالله بتنفيذ الوصية، أنا محمد بن خالد القاسمي. جنبك الله فتنة القبر برحيلك في أمسية الجمعة، وأكرمك رجال الرياضة بذكرى لبطولة تحمل اسمك لتظل بين الضلوع والقلوب. خلينا نبدأ معك أستاذ صلاح، بالنسبة لنا نحن في دولة الإمارات اعتدنا أن من يرحل عنا جسدا يرحل جسدا فقط، بينما تظل مآثرة تظل ذكرى، واليوم نحن من خلال هذه البطولة نخلد ذكرى عزيزة على قلوبنا، شخصية كانت شغوفة محبة للرياضة قدمت الكثير. نعم، في البداية حقيقة أنا حاب أوجه الشكر لإدارة ومجلس إدارة نادي الشعب حقيقة على هاي المبادرة، لها أكثر من بعد ولها أكثر من معنى في تخليد ذكرى أحد قادة الرياضة حقيقة في دولة الإمارات. البطولة هذه ممكن الآن في نسختها السادسة، الجميل فيها أنها يعني كل سنة تتطور عن اللي قبلها. ما في شك البطولة لها حقيقة العديد من الأهداف والعديد من الأبعاد، قد تكون
أكبر من الأهداف الرياضية والفنية اللي يعني هي أحد جوانبها الهامة، ولكن أيضا البعد الإنساني اللي فيها والبعد اللي كنوع من الوفاء لمن أعطى ولمن يعني مثلا بذل حقيقة جهد في خدمة رعاية الشباب الرياضة بشكل عام. يعني الشيخ محمد بن خالد رحمة الله عليه أحد الشخصيات اللي كان له حضور مميز جدا في الساحة الرياضية، ولا زال تشعر أنه هو لا زال بيننا وسطنا، يعني لا زلنا نذكر يعني سماحته وتواضع هاي الشخصية حقيقة. فمثل هاي البطولات ما في شك هي نوع من رد الجميل ولو بشكل بسيط لمثل هاي الشخصيات. رحمة الله عليه رحمة واسعة إن شاء الله، وحقيقة نكرر الشكر للأخوة في أعضاء مجلس الإدارة اللي هم مصرين حقيقة على استمرارية هذه البطولة وتطويرها. نعم كابتن ناصر، بالنسبة لي استمرار خلينا نقول بطولة للعام السادس على التوالي عندكم أنتم في نادي الشعب، ماذا يعني لكم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نشكركم على الاستضافة. استمرارية البطولة ولله الحمد للموسم السادس تعتبر الحمد لله إنجاز طيب من إنجازات نادي الشعب. كذلك نشكر مجلس الشارج الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي على دعمهم اللامحدود صراحة لنادي الشعب لإقامة هذه البطولة وإصرارهم على إقامتها للموسم السادس ولله الحمد. كذلك لا يسعني أن لا نشكر كذلك اتحاد اليد على الدعم اللي يعني اللي موجود في الوقت الحالي لهذه البطولة بكل الطرق وبشتى المجالات والخدمات اللي ممكن تضاف. الحمد لله الإضافات اللي في هالبطولة لا زالت الإضافات يعني كل بطولة عن الثانية الحمد لله نشعر بأن هناك إضافات فنية كبيرة. الإضافات الفنية من خلال الفرق اللي موجودة أو كذلك من خلال المستويات الفنية اللي جالسين نشوفها في البطولة لله الحمد، مستويات فنية عالية ولله الحمد. يعني لا زالت البطولة تقدم فرق لها أسماء في الوطن العربي وكذلك على المستوى الأوروبي ولله الحمد. نعم، بما أنك تحدثت عن الفرق اللي لها صولات وجولات، خلينا نقول خلينا نتحدث عن بطل الجزائر كابتن سي حميدة، ما هو الدافع والحافز بالنسبة لي بطل الجزائر المشاركة في مثل هذه البطولات؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، والله يعني اشكرك على هذه الفرصة اللي عطيتها لي باش اشكر اولا المنظمين تاع نادي الشباب على الاستضافة وعلى يعني الحفاوة تاع الاستقبال، وكما قلت في المداخلة تاعك يعني نحسي احنا في بلدنا ماشي في بلدنا الثاني في في في, في هذا البلد الشقيق. حقيقة احنا لما جاتنا الدعوة فرحنا لها وجاتنا في فترة يعني تساعدنا، خاطر حاليا الدوري في الجزائر حابس، كاين بطولة العالم حاليا وحنا درنا تحضير وجينا لهذا الدورة اللي يشوفوها من العام العام، يعني يكون شفنا هذا العام كاين فرق كبيرة على مستوى العربي تشارك، وهذا الشيء يعني يفرح لما نديروا نشوفوا وضعية كرة اليد العربية، نشوفوا بلي هذه البطولة هي اللي كاينة برك على مستوى العربي، يعني في حجم واش انا نشوفه حاليا، يعني بطولة كبيرة وتكون ناجحة ان شاء الله، خاطر الاخوان داروا كل الامكانيات للفرق اللي باش كما قال لك تلعب في راحة وما خصنا حتى شيء بإذن الله يا رب. كابتن حمادة، أنتم ضيوف عزيزين دائما معتادين عليكم في السنوات الماضية في بطولة الشيخ محمد بن خالد، ودائما هو بولدكم الأول مثل ما ذكرت في البداية. خلنا نذكر في البداية فائدة مثل هذه التجمعات، كيف تخدم اللعبة، كيف تخدم الفرق المتواجدة فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قبل ما اجاوب على سؤال حضرتك احب اقول لك ان البطوله دي اقوى من البطوله العربيه كمستوى فني، والبطوله دي بتتطور من عام لعام، يعني البطوله دي بتتطور من عام لعام، وانا شايف كتيبه عمل جامده جدا في نادي الشعب
طبعا برئيس مجلس الإدارة ومجلسه الموقر، كتبة العمل اللي موجودة في نادي الشعب اللي حضرتك لو جيت من الصبح لحد المساء بتلاقي كلهم خلية عمل حقيقي. فأنا بشكرهم على المجهود دوت، والبطولة بتتطور من سنة لسنة. حتى حفل الافتتاح السنة دي حفل افتتاح بسيط لكن يكفي ان هو بيعبر عن تراث الشرق. الرقصات اللي هي كانت موجودة من البنات الصغيرين كانت بتعبر عن رقصات الشرق، وفي نفس الوقت الشاشة اللي كانت بتعرض جوه القاعة كانت بتعرض لك ايه هي الشرق. بصراحة يعني انتوا بتطوروا من عام لعام، وربنا يوفقكم برئيس دولتكم وبحاكم الامارات وبحاكم الشرق، ربنا يوفقكم. الحمد لله. انا برجع لك، عندي انا كحديث موسع معاك طبعا، بما ان جابوا لك النسخه الزمالك الاهلي طبعا والخصيم الخصم التقليدي بالنسبه لفريق لا اخوات ما تقلقش يعني الزمالك ان شاء الله. من الرجل الذي حملت البطوله اسمه الى افتتاح مبهر ومعبر تميز بالعفويه والتلقائيه كون مجسده هم براعم المستقبل. رسمت الإمارة البيضاء أجمل ابتسامة وهي تقص الشريط للنسخة السادسة من بطولة محمد بن خالد القاسمي الدولية لكرة اليد. وفي أمسية زاد من بريقها حضارية تلك المدرجات ومن شغل مقاعدها تكريما لاسم صاحبها ورغبة في إظهار البطولة بما يليق بصبغتها الدولية، حيث افتتاحية معبرة لشعار عام الخير والسلام جسدها صغار المدارس بعفوية وتلقائية ألهبت الأيادي للتصفيق والإعجاب. بينما حضر الاحتفالية كافة وفود الفرق المشاركة من مصر والجزائر وقطر والإمارات والمجر، والتي تم تقسيم فرقها إلى مجموعتين لتكتمل اللوحة الجمالية المعبرة على صالة نادي الشعب، والذي دخل بكوادره التنظيمية تاريخ اللعبة بروعة التنظيم وحسن الضيافة والاستقبال. أستاذ صلاح، عفوية جميلة جدا وبسيطة كما تحدث يمكن الكابتن حمادة، كان حفل افتتاح مميز جدا حسب للقائمين على ظهوره بهذه الصورة المميزة. فكرة حفل الافتتاح من أين جاءت؟ هي حقيقة الاستعداد للبطولة هذه كان بشكل مبكر جدا من خلال تشكيل اللجان العاملة، وأنا حقيقة تشرفت أني أنا أكون أحد أعضاء اللجان العاملة، اللجنة الثقافية تحديدا، لجنة فعاليات. كان في توجيه من البداية وإصرار من الأخوة في مجلس الإدارة أن النادي في صبغة ثقافية لابد أنها تبرز. الحفل هذا طبعا ما في شك حاولنا من خلاله أن نبرز الوجه الحضاري لدولة الإمارات، الجانب الثقافي التراثي كذلك. يعني هاي المزج هذا بالإضافة إلى أن هي بطولة رياضية فكان لي التحدي. فحقيقة شكر للأخوة الفنيين القائمين على العمل، إدارات مدارس إمارة الشارقة وكذلك الأخوة موجهين التربية الرياضية والمعلمين اللي أشرفوا، والدعم حقيقة كان بشكل كبير من اللجنة العليا للبطولة. فكانت في متابعة حقيقة دقيقة من الأخ سيد مطر رئيس اللجنة المنظمة، وحريص جدا أن نحن نحاول أن نبرز هذا الأمر. من الفعاليات الثقافية كذلك خارج الصالة أيضا في ركن تراثي أو قرية تراثية صغيرة مستمرة، هي فعاليتها يوميا مفتوحة لكل زوار البطولة سواء كانوا من اللاعبين أو حتى من الجمهور. فقضية يعني إبراز الوجه الثقافي لدولة الإمارات وأن يكون متواجد في البطولة هذه كان من الأولويات حقيقة اللي حرصت عليها اللجنة العليا، وقد كان لها الحمد توفيق من الله سبحانه وتعالى، والعمل حقيقة كان جماعي ومشترك من جميع اللجان وطلع بالشكل الجميل اللي لاقى حقيقة استحسان الحضور. جميل جدا، جميل جدا. كابتن ناصر، بالنسبة لي خلينا نقول وصول الفرق والترتيبات، بما أنتم كلجنة فنية أيضا كلجنة منظمة لهذه البطولة، كيف جرت هذه العملية لتأمين حتى تدريبات الفرق واستقرارها؟ يمكن كابتن حمادة ما يبغى حد يشوف تدريبات فريق الزمالك.
احنا الله يسلمك استاذ خالد، يمكن خلال الفتره اللي طافت من شهرين تقريبا بدينا في التواصل مع الفرق اللي بتينا ان شاء الله، والحمد لله كانت ترتيبات على ارقى مستوى الحمد لله. يعني قبل الوصول باسبوع كنا عارفين تواقيت الوصول، والاستقبال كان بشكل طيب في المطارات الحمد لله. الجماعة ما قصروا، ولجنة العلاقات العامة كانت الاستضافة يعني على مستوى عالي، كذلك جداول التدريبات موجودة من قبل البطولة وتم توزيعها على الفرق، والفرق الحمد لله حتى الآن جالسة تتدرب في أماكن متوفرة، ونشكر كذلك الأندية اللي جالسة تستضيف تدريبات الفرق. كذلك جدول التدريب أنا بتكلم عنه أو جدول المباريات كان التوزيع على أساس أنه يعني نخلي الشعب والشارجة في مجموعتين مختلفات، وكذلك الأهلي والزمالك في مجموعتين مختلفات، لذلك أنت تشوف يمكن المجموعتين فيها توازن فني كبير، والدليل على ذلك يمكن تلاحظ النتائج اللي موجودة لين اليوم كلها يا فرق هدف أو هدفين بالكثير. لذلك تشوف المستوى الفني عالي في البطولة، وما يعني ما تعرف نتيجة المباراة إلا في آخر المباراة. صحيح. أي نعم. شاهدنا اليوم يمكن في مباراة الزمالك ومنتخبنا الوطني بتحدث عنها بعد قليل، لكن سي حميدة بالنسبة لتحضيراتكم أنتم كبطل للجزائر لمثل هذه البطولة، وخلنا نقول طموحاتكم وتطلعاتكم من هذه المشاركة. والله العظيم احنا كما قال لك اغتنمنا الفرصة هذه، بس كما قال الأخ دورة قوية فيها فرق يعني معروفة على الساحة يعني العربية والإفريقية والعالمية، يعني فرق اللي يتشارك في هذا في هذا في هذه الدورة. احنا لعبنا في الجزائر المرحلة الأولى وخلصنا في الرتبة الأولى، واليوم ربعة تنطلق المرحلة الثانية تاع الدوري. يعني هذه مناسبة كبيرة اللي تحتنا باش نديروا هاد نشاركوا باش نشاركوا، وباش احنا على كل حال نلعبوا كما قال لك تقاليد النادي بصفة عامة، نروحوا المنافسة، نروحوا باش اولا نمثلوا نديروا احسن تمثيل تاع النادي وتاع البلد، وثانيا باش نكسبوا الدورة. احنا نلعبوا باش نكسبوا الدورة ونحضروا لاعبين نحضروا اللاعبين للمنافسات اللي تستنانا لما نرجعوا لأرض الوطن. كابتن ترى حامل اللقب على يمينك، حامل لقب البطولة، إذا ناوي تأخذ البطولة لازم تتغلب عليه. الفكرة مش حامل اللقب ولا حاجة، بالعكس والله، يعني احنا طمحنا معانا للفرقة الأهلي، فرقة قوية جدا ومحترمة جدا. نعم. لكن بالنسبة للاعب المصريين أتوقع في هذه البطولة يخوضونها والقلوب في فرنسا ومجمع مع المنتخب الوطني ومجمع البترول الجزائري، فرقه من الفرق اللي بتدي زخم للبطوله حقيقي. يعني انت لما تلاقي مثلا الزمالك والاهلي ومجمع البترول الجزائري اول وثاني والثالث، ممكن تخش معاهم تونس ثالث رابع ثاني ثالث كده، يعني فيعني تعرف ان قوه البطوله دي شكلها. يعني انا بشكر اداره نادي الشعب اللي قدرت تجمع الناس دي حقيقي، بتكلم بجد. الفكره احنا جايين كنا ممكن قبل 3-4 ايام ما نجيش، ولكن الحمد لله قدرنا نيجي، وده تحضير كويس بالنسبه لنا بالنسبه لفريق نادي الزمالك، لان احنا بقالنا شهر واقفين عشان تحضير لكاس العالم. 5 لعيبه في المنتخب، لعيبه عندها امتحانات، يعني انا بقالي 3 ايام بجيب كل يوم 2 لعيبه من المطار. صح. يعني احنا جايين اساسا اي نعم ممكن لما توصل لدور الاربعه تلاقي الماتشات جامده، وزي ما قال الشيخ ناصر على شوف النتيجة عاملة ازاي، فرق جون 2 كده يعني، فالماتشات في الملعب. نعم. بما انك تحدث عن المواجهات، ننتقل من الاحتفالية بالحدث الى صالة النزال والمواجهة الإماراتية الخالصة بين منتخب الإمارات ومنظم الحدث الكوماندوز الشعباوي، والتي نجزها في سطور التقرير التالي. وكأن الكوماندوز رفض ان يعكر صف الافتتاحية بهزيمة، حيث نزل رجاله صالة حوار الافتتاح أمام المنتخب الإماراتي طمعا في إظهار القدرة على تحقيق النتيجة الإيجابية. فرغم انحياز التوقعات لصالح توليفة المنتخب الإماراتي الذي تفوق نجومه في الدقائق الأولى من عمر المواجهة عبر إبراهيم محمد وحسن ومحمد سعيد، إلا أن كوماندوز الشعب أبى أن يقف موقف المشاهد لما يحدث في الصالة، فجاءت الانتفاضة مبكرة ليرد نجومه الصعصعين، حيث يعادل عمر حجاج وعلي عبد القادر النتيجة ويعطيان الشارة بأنها مباراة
سيصعب التكهن بصاحب نقاطها، وهو بالفعل ما حدث طيلة أشواط المباراة التي لم تشهد التفوق الملحوظ لأي من الطرفين إلا في أمطارها الأخيرة التي كسر فيها الكوماندوز التعادلات عبر علي عبد القادر ورائد سعيد وناصر جمال لتنحاز الثواني الأخيرة لكوماندوز الصالة لعبا ونتيجة 27-23. كابتن ناصر، بالنسبة للجولة الأولى في المجموعة الأولى وحتى في المجموعة الثانية شهدنا إثارة مميزة جدا من كل الفرق، خصوصا المباراة الافتتاح اللي شاهدنا فيها الشعب يقدم أداء مميز أمام منتخبنا الوطني. بداية نشكر المنتخب على حضوره في هذه الدورة. أعتقد المنتخب تواجده في هالدورة أو في هذه البطولة استعداد لكأس آسيا في 2018. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والصعود لكأس العالم. المباراة كانت صراحة مثيرة من بدايتها إلى نهايتها. يمكن الشعب يالس يقدم مستوى فني رائع خلال هذه البطولة، توج بفوز. الاستقطابات اللي موجودة في الشعب حاليا عبد المالك الحارس عبد المالك سلاحجي وعلي عبد القادر يعني الدين إضافة طيبة، بالإضافة إلى اللاعبين اللي موجودين في نادي الشعب سابقا لا زالوا يقدمون مستويات طيبة نتج عنها أتوقع يعني مفاجأة أن هي فوز الشعب على المنتخب كاستعداد. لكن المنتخب في الوقت الحالي يعني ما نقول أن يعني الله يوفقهم في السنوات في السنة الجاية على أساس أنه يخوضون تصفيات كأس آسيا وإن شاء الله يكون منها صعود إلى كأس العالم بإذن الله يا رب. يتكرر الإنجاز اللي تحقق قبل عامين. أستاذ صلاح، بالنسبة للوفود المشاركة في هذه البطولة، غدا سيكون يوم راحة، هل هناك خطط خلينا نقول زيارة مدينة الشارقة واللي مدينة كبيرة حافلة بالمعالم التراثية الجميلة جدا والبناء العمراني المميز جدا؟ هو طبعا كان في من ضمن الخطة الخاصة بلجنة الفعاليات ان في اليوم اللي هو يوم الراحة يكون في جولة ترفيهية او رحلة ترفيهية للأخوة الوفود المشاركين، فغدا ان شاء الله راح يكون في يعني تم تحديد زيارة للمنطقة الوسطى والاطلاع على المرافق السياحية الخاصة بإمارة الشارقة واطلاعهم على جانب يعني آخر غير الجانب العمراني، وان ايضا هناك يعني مناطق تابعة لإمارة الشارقة سياحية أتصور راح تكون إضافة جميلة للأخوة ضيوف الإمارات يعني أدرى. بالطبع بالطبع. حميدة، بالنسبة لشاهدنا مباراة منتخب الإمارات مع الشعب في ضربة البداية من البطولة، أنتم كجزائريين كيف تنظرون لكرة اليد الخليجية ومدى تطورها في السنوات الأخيرة، إذا ما أخذنا بالاعتبار بأن هناك منتخب خليجي هو وصيف العالم في النسخة الماضية؟ والحقيقة ودي لفخر يعني كاين تطور في كرة اليد في الخليج بصفة عامة، ونقول يعني نقولها يعني دولة الإمارات كانت سباقة عندها تاريخ في كرة اليد، هذا معروف يعني بلك قبل عدة فرق في الخليج كانت دولة الإمارات كان عندها مستوى وكان عندها لاعبين، نتفكروا كانت الإمارات وكانت الكويت كانوا هما يعني اللي عندهم مستوى كبير في كرة اليد. وكان نشوفوا السعودية وزادت قطر يعني لحقت النهائي بمستوى لبس به، وراي حاليا في كاس في بطولة العالم في فرنسا راي تفرض يعني درت نتائج لبس بها، يعني مفخرة لكل بالنسبة لنا احنا كعرب لهذا التطور تاع كرة اليد. نعم كابتن حمادة، بالنسبة لكرة اليد بشكل عام العربية نشاهد تطور مميز جدا في اللعبة خلال السنوات الماضية، بدأت تأخذ وزنها على الساحة الرياضية سواء كرة اليد في شمال أفريقيا أو في منطقة الخليج العربي. أنا بتهيالي أن كرة اليد دلوقتي هي اللعبة الشعبية الثانية بعد كرة القدم، يعني أنا شايف أن هي مثلا في شمال أفريقيا الجزائر موجودة على الساحة، تونس موجودة على الساحة، المغرب موجودة على الساحة، ليبيا بدأت تخش لولا بس الظروف اللي هي فيها فبدأت ترجع تاني، مصر طبعا، دول الخليج بقى حدث ولا حرج.
هما اما لما بيجيبوا محترفين بيرفعوا مستوى الفرق بتاعتهم. لكن انا شايف حتى اللاعب المواطنين عندهم فرقه كويسه قوي. يعني النهارده فرقه المنتخب الامارات فرقه مش وحشه, فرقه كويسه يعني, تركز كده هتلاقي فرقه كويسه جدا حقيقي. يعني عندهم خامات هايله يعني, فربنا يوفقهم. يعني الهاندبول في الدول العربيه عموما بدا يتقدم, حتى في السودان. يعني حتى في السودان كانوا عاملين دراسات من قيمه شهرين ثلاثه هناك شغاله, يعني هتخش. فربنا يوفق الناس كلها يعني. باذن الله يوفق القائمين على اللعبه, عمل كبير يقدمونه. اذا كان ممثل الاماره كوماندوز الشعب قد تجاوز مطب البدايه بفوز مستحق, فان الابيض الشرجاوي الممثل الاخر للاماره الباسمه لم يستطع تجاوز المجمع الجزائري احد اقطاب اليد الافريقيه. المواجهه في سياق التقرير التالي. اصطدم فريق الشارقه الثاني ممثل الامارات في البطوله وفي مستهل مشواره بالمجموعه الثانيه بفريق المجمع البترولي الجزائري احد اقوى الفرق في القاره السمراء, وسقط فيها بفارق وصل إلى 6 أهداف. الملك عانى من الغيابات المؤثرة في صفوفه والتي حالت دون ظهوره بمستواه المعهود, رغم إنهاء الشوط الأول متأخرا بفارق هدف وحيد وبنتيجة 15 هدفا مقابل 14, حيث لم يقوى الفريق الملكي على مقارعة خبرة فريق المجمع البترولي بطل الجزائر في شوط المباراة الثاني والتي كانت عامل الحسم لنتيجة المباراة والتي انتهت ب34 هدفا مقابل 28, لتضع تلك النتيجة الفريق الأخضر على رأس المجموعة الثانية مؤقتا. كابتن سحميدة, بداية مثالية بالنسبة لفريق المجمع البترولي الجزائري أمام فريق الشارقة, ولو أن كان الفريق في شوط المباراة الأول لم يقدم مستواه المعهود, لكن عاد في شوط المباراة الثاني بقوة, تمكن من حسم المواجهة, لذلك نحن رشحنا لأن يكون منافسا على اللقب. والله لعبنا مع فريق لا بس به, حتى والفريق هذاك يدربه جزائري سفيان حيواني كوتش يعني المعروف في الجزائر, والفريق يعني فريق التحكم كان مخصوص, كاين لاعبين كانوا في المنتخب, كاين 4 لاعبين حوالي كاين في المنتخب, يعني فريق لاباس به. وصبنا صعوبات في الشوط الاول, هذه الصعوبات راجعه بصفه خاصه لوصولنا ختم, كانت وصلنا متاخرين ولاعبين كانوا ما كانوش في مستوى, والحمد لله دوك هذيك مع الظروف اللي صبناها وكلش اللاعبين صابوا روحهم, والحمد لله يعني في المستقبل يكونوا احسن من هاد المقابلات الاولى, حتى ولا فزنا فيها بفرق 6 أهداف. تقعد كما قال الاخ حماده, يعني كل فرق متقاربه, يعني شوفوا هدف ثاني ثلث هدف, يعني كل فرق يعني تكون نهائي يعني كبير, يكون يعني بعد ما نخلصوا التصفيات الاولى, المرحله الاولى, المرحله الثانيه تكون مستوى كبير باذن الله. كابتن حماده, انا لاحظت نقطه مهمه جدا بالنسبه للفرق, خلينا نقول, بين اللاعبين في شمال افريقيا ولاعبينا في الخليج, شاهدتها في مباراه المجمع الجزائري مع نادي الشارقة. البنية الجسدية عامل مهم جدا في كرة اليد, ما شاء الله يمتازون ببنية جسدية مميزة جدا بينما لاعبينا خلينا نقول أقل. هي شمال أفريقيا تونس والجزائر بالذات ما شاء الله عليهم في الأجسام صراحة, دول الخليج أجسامها قليلة شوية, ودي السمة بقى حاجة بتاعت الشعب يعني مش بتاعتنا طبيعة يعني. طبيعة التكوين الجسدي. لكن هقول لك حاجة على فرقة الشارقة, تعرف أنا عارف إن فرقة الشارقة دي يعني هي ونادي الشعب هم الأهلي والزمالك بتوع الشارقة. صحيح. ففرقة الشارقة دي كانت فرقة كويسة, أنا حسيت إن في ناس ناقصة يعني لاعبين يعني مش موجودين, هم فرقة برضو تعتبر فرقة قوية, فرقة فعلا كويسة مش وحشة, لكن هي برضو وقوعهم مع مجمع البترول الجزائري. يا جماعه مجمع البترول الجزائري فرقه جامده جدا يعني, انتوا يعني احنا بنلعب معاهم في افريقيا, احنا عارفين ان مجمع البترول الجزائري ايه كنيته في افريقيا,
فهو فرقة يعني كويس أوي النتيجة دي. وعلى فكرة 6 أهداف لا تعبر عن النتيجة، أنت بتروح تضيع ويدخل عليك هدف فبترجع عليك. صحيح. بس صحيح. يمكن ما قراها كابتن سفيان حماني بصورة صحيحة المباراة، لكن مميز جدا أداء الشارقة في المباراة. أستاذ صلاح، أنا بتحدث عن هناك نقطة أيضا أثارتني خلال المواجهات، رغم أن كل الفرق تبحث عن انتصار والمباراة تكون في بعض الأحيان مشحونة ومضغوطين، وفي ناس يمكن وصلت متأخرة وتبحث عن انتصار، لكن ما شاهدنا أي حالات خروج عن النصف في البطولة، وهذه سمة من سمات هذه البطولة، لأننا ما نشاهد أي ظواهر غير مقبولة في الرياضة في هذه البطولة. ما في شك، أنا أتصور الآن يعني ثقافة الاحتراف يعني بدأت خلاص تنتقل حتى للألعاب الأخرى ومش فقط كرة القدم. فاللاعبين الآن وصلوا من الثقافة ومن النضج في قضية التعامل مع مختلف البطولات يعني عقلية أكبر من عقلية التنافس، الفوز والخسارة هي موجودة ما في شك، لا بد أن يكون في الرغبة بالفوز، هذا هدف للجميع، التنافس موجود. ولكن لا الحمد الأخوة اللي جايين هم الآن جايين على دراية أن هاي بطولة ودية في المقام الأول، لها أهداف ما في شك، غالبهم جايين من أجل الإعداد والمشاركة والتواصل. فأنا أتصور يعني الروح الأخوية اللي حقيقة جمعتها، نحن لاحظهم يعني الفرق اللعيبة شفناهم في القرية التراثية وشفناهم قبل الافتتاح، فكان في تواصل وفي مودة باينة من بينهم بشكل كبير. نتمنى إن شاء الله أنها تستمر لنهاية البطولة إن شاء الله بإذن الله تستمر حتى ما بعد أكيد هذه ما في شك. البطولة ما في شك. كابتن ناصر، بالنسبة لي مواجهات لنا عن مثلا الأندية الخليجية أو الأندية الإماراتية مع الفرق العربية، شاهدنا في مواجهة شارقة خلينا نقول تفوق بالنسبة للبنية الجسدية للاعب في شمال أفريقيا على اللاعب الخليجي، ذلك طبعا وخاصة احنا نتحدث عن لعبة أقوياء فيها التحامات كثيرة، وأصلا اللعبة قائمة على الالتحامات، لذلك نشاهد تفوق دائما على لاعبين الخليجيين من جانب اللعبة في شمال أفريقيا. هي بالنسبة لكرة اليد هي لعبة احتكاك أو لعبة تنافس جسدي وفني. الناحية الجسدية طبعا يتفوقون فيها في شمال أفريقيا عن اللي موجودين عندنا احنا في الخليج بحكم البنية الجسدية، لكن من ضمن الأهداف اللي موضوعة لهذه البطولة اللي هي الفائدة الفنية كذلك للفرق لأندية الشعب والشارجة. طبعا انت تلاحظ يمكن في هالبطولة الفائدة الفنية موجودة بحكم ان اللاعبين ياسين يستفيدون من الفرق اللي جايتنا من برا، وياسين يقدمون مستويات زينه. يعني تلاحظ انت يمكن اللعيبه اللي موجودين ما راح يلعبون مع هذه النوعيه العاليه فنيا اللي يمكن فيها البطوله. لو بشوف بعد البطوله الشعب والشارجه مستوياتهم اكيد راح ترتفع في الدوري وفي الكاس، بتحصل مستويات عاليه. فنتمنى ان شاء الله الكل يستفيد من هذه البطوله، خاصة يعني من ناحية الاحتكاك والاستفادة الفنية إن شاء الله. لكن الشعب غير في هالبطولة. والله الشعب مستوى صراحة مشرف في هالبطولة، نتمنى لهم كل التوفيق. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق هم والشارجة بإذن الله. بإذن الله. إذن المواجهة بين حامل لقب النسخة الماضية الزمالك المصري وشقيقه العربي القطري حملت الكثير من الإثارة والندية، نتابعها في سياق التقرير التالي. دشن الفارس الأبيض فريق الزمالك حامل لقب البطولة في النسختين الماضيتين مشواره في النسخة الحالية بخسارة مفاجئة أمام العرب القطري لحساب المجموعة الأولى. ورغم أن الفريق المصري تسيد الشوط الأول وفرض إيقاعه على الفريق القطري حيث خرج متقدما بفارق هدفين وبنتيجة 12 هدفا مقابل 10، إلا أن العربي عاد بقوة في شوط المباراة الثاني وتمكن من إدراك التعادل أولا والتقدم ثانيا على حامل اللقب. ولم تشفع التغييرات التكتيكية التي أجراها أيمن صلاح المدير الفني للزمالك في إعادة التوازن للفريق الأبيض، لكنه ظل متمسكا بالعودة حتى اللحظات الأخيرة من المواجهة والتي حسمها العربي القطري بفارق هدف وحيد وبنتيجة 24 هدفا مقابل 23. كابتن حماد، أنا أعتبرها هاي
أول مفاجآت البطولة خسارة أمام العرب القطري، لم أتوقع أن يخسر الزمالك رغم أنه قدم أداء مميز في المواجهة. أنت بتقول أداء مميز؟ أداء يعني مقبول لو عما قياسا على خلينا نقول الغيابات اللي في صفوف الزمالك. إحنا في الماتش ده حضرتك إحنا النتيجة 24-23 صح؟ نعم. إحنا مضيعين 23 كرة غيره، يعني أنت فاهم حضرتك؟ أكيد. فرقة التركيز كان بعيد عنها، الكابتن أيمن صلاح حاول يعود في المباراة حتى زي ما قال في التقرير لآخر ثانية، يعني إحنا آخر دقيقة كنا مغلوبين فرق ثلاثة صحيح أو اثنين أو ثلاثة تقريبا، إحنا جبنا جونين في ولولا الرعونة في آخر 9 ثواني كنا أدركنا التعادل. لكن هي المشكلة كلها إن اللعيبة نازلة على إن هكسب المباراة، الثقة الزائدة، مفيش تركيز، ما حدش بقى يقول لي بقى الحكام، يعني مثلا اللعيب يقول لك الحكام عملوا كذا، نعم كانوا حكام سنهم صغير اخطأوا في بعض القرارات، لكن برضو مش هو ده السبب، احنا السبب عدم تركيز الفريق. وما بقعدش برضو الموضوع ده عشان احنا جينا متأخر في السفر يعني وبتاعه ومش عارف ايه وكلام من ده، لا لا لا، احنا الماتش ده كان مفاجأة بالنسبة لنا صراحة. يعني مبروك للعرب القطري، وان شاء الله الزمالك يا زي النهارده، ما هو برضه ربنا سهل ان شاء الله. تاثير هذه الخساره على مشوار فريق الزمالك في البطوله؟ لا هي البطوله لسه في الملعب حضرتك. انا النهارده مثلا كسبان منتخب الامارات فرق جون، يعني انا كنت كسبان فرق 4 صحيح، ورايح اجيب الخامس والسادس، مفيش، الماتش بيبدا، الامارات تقدمت، فرقه بتلعب لاخر ثانيه، ربنا كرم الزمالك كسبنا فرق جون. النتيجه في الملعب للثلاث فرق، العرب القطري، الشعب الشرقاوي، والزمالك المصري، لان في ماتشين لسه جايين ما تعرفش النتائج ايه، وممكن الاستاذ ناصر يشرح لك بعد كده ايه لو احنا الثلاثة زي بعض يحصل. لا في حالة التعادل بنتحدث عنها، لكن العربي القطري خاض اليوم مواجهته الثانية مع الشعب الإماراتي، حيث جاء اللقاء مفعما بالإثارة والندية من البداية وحتى النهاية. فالدقائق الأولى للقاء كانت أشبه بسجال بين الفريقين في التسجيل، حيث كان للشعب سبق التقدم وبفارق هدف، بينما تمكن العربي من التعديل في بعض الفترات، الأمر الذي صعب من التكهنات لمن ستميل الكفة. ولكن الشوط الثاني من المباراة اتضح فيها نية الكوماندوز للفوز بالمباراة، وذلك عبر دفاع أحكم السيطرة على منطقة القوس، ومن ثم الانتقال السريع للهجوم بأسلوب صعب من مهمة الدفاع القطري، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لصاحب الصالة، وضعه في مربع كبار البطولة كأول متأهلين لنصف النهائي. كابتن سحميدة، خلينا نقول تقلبات النتائج واردة في هذه البطولة، كما شاهدنا ما حصل في مباراة الزمالك أمام العربي القطري، لم يتوقع أحد أن يخسر فريق الزمالك هذه المواجهة. طبعاً كما حضرنا في البداية، يعني الفرق قاع اللي يتشارك عنده مستوى متقارب، يعني ماشي يعني كاين فريق عنده مستوى أحسن، حتى الفريق الوطني الآخر قاع كلهم، يعني الأغلبية، أنا تكلمت مع المدرب، كل أغلبية شباب تاع مستقبل كما قال الاخ، يعني عندهم باش يلعبوا كاس اسيا، هذا هو الاخر مستقبل، يعني لكن فريق لاباس به، يعني فريق لاباس به، في لاعبين في المستوى، وانا قلت لك يعني في المرحله هذه المرحله الاولى، المرحله الثانيه تكون اقوى، يكونوا الفرق مرحله دوك، عندك الحظ تكون في رتبة تانية، بتلعب بالنصف النهائي ولا، لكن في المرحلة التانية ما كاش سمح، يعني كل فرق تلعب بمستوى آخر، وأنا نقول لك نشوفوا مقابلات مستوى عالي، هذه نشوفوا مستوى عالي في المرحلة الثانية، اللي باش اليوم نقول لك شكون يربح يكسب هاد البطولة ما نجمش، يعني شي صعيب، خاطش المستوى كما قلت لك متقارب. صحيح. إذا كابتن ناصر، كيف يتم حساب الفرق المتأهلة للمربع
الذهبي، خصوصا أن ما زالت كل البطاقات في الملعب. الشعب لكن يملك الأفضلية بانتصارين، لكن هل بإمكان الفرق الأخرى تدارك أوضاعها والعودة مرة أخرى للبطولة، وكيف يتم حساب التأهل؟ بالنسبة لمجموعة الشعب مع الزمالك والعربي والمنتخب، يمكن الأوراق مخلوطة فيها، لأن الشعب فاز على العربي وفاز على المنتخب، والعربي فاز على الزمالك. لا زالت الفرصة متاحة لجميع الفرق ما عدا طبعا منتخب الإمارات اللي طلع من الحسبة. طبعا راح نرجع للوائح الفنية اللي تأهل يعني الفريقين الأول أو الثاني في حالة تساوي 3 فرق بإذن الله. راح نرجع للوائح الفنية ونشوف منو الفريقين اللي راح يصعدوا من المجموعة. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع في هالمجموعة. وبالنسبة للمجموعة الثانية، يمكن لعبوا بس مباراة واحدة كل فريق، بتتضح الصورة بإذن الله بعد يعني ورا باكر. لكن حسب اللوائح يتأهل الفريق صاحب نسبة التهديف أم صاحب الأفضلية في المواجهات صاحب المباشرة؟ صاحب الفرق الأكثر في الأهداف. نعم، إذا يتم حسب فارق الأهداف. كابتن صلاح، أنا بأتحدث عن الوسائل اللي اتبعتها اللجنة المنظمة لجلب الجمهور لهذه البطولة، خصوصا أن دائما الجمهور يعطي فاكهة للبطولة، يعطي إثارة، يعطي ندية، وهناك فرق تملك قواعد جماهيرية هنا في الدولة. في لجنة إعلامية حقيقة بذلت جهد كبير ومن وقت مبكر حقيقة. يمكن أنتم شاهدتوا المؤتمر الصحفي اللي بدأت فيه اللجنة الإعلامية الإعلان عن البطولة وتفاصيلها تقريبا. كان في تفعيل جميل حقيقة للسوشيال ميديا من قبل الأخوة في اللجنة، كذلك التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة. يمكن كان في أيضا دور جميل قامت به اللي هي الصحافة في الإعلان عن البطولة والترويج لها. بذلوا حقيقة الأخوة يعني أكثر من مجال وأكثر من طريقة وسيلة في قضية الإعلان واستقطاب الجماهير لحضور البطولة. نحن نتمنى إن شاء الله أن الجمهور فعلا دائما الجمهور يكون حقيقة له طعم جميل، له يعني حضوره يضيف للبطولة رونق يعني دائما أفضل. فنتمنى إن شاء الله أن في الأيام القادمة حقيقة يكون في حضور للجماهير وتواصل والاستمتاع حقيقة بالمستوى الفني للفرق المشاركة. نعم، أنا متأكد أن إذا وصلوا الزمالك والأهلي في مواجهة بينهم راح تمتلئ المدرجات، كون الجالية المصرية من أكبر الجاليات المتواجدة في الدولة. على الجانب الآخر، فإن بطل إفريقيا الأهلي المصري خاض لقاءه الأول في البطولة وتمكن من ترويض بطل المجر فريق بالما، بل والتغلب عليه بفارق مريح. في ظهوره الأول ببطولة محمد بن خالد الدولية لكرة اليد، حقق الأهلي المصري بطل إفريقيا انتصارا مستحقا على بالما زجروس المجري في مستهل مشوارهما بالمجموعة الثانية. الفريق الأحمر بدأ أكثر تنظيما من بطل المجر رغم غياب أبرز لاعبيه الدوليين، فأحكم سيطرته على الشوط الأول الذي بدأه بحذر ليسجل تأخرا بفارق بلغ 3 أهداف قبل أن يستعيد أداءه المعهود ويتقدم في نهايته بنتيجة 11 هدفا مقابل 8. أبطال أفريقيا دخلوا شوط المباراة الثاني أكثر قوة بنية حسم النتيجة مبكرا، فكان لهم ما أرادوا بعد أن فرضوا إيقاع لعبهم على القادم من أوروبا، موسعين الفارق في نهايته إلى 9 أهداف وبنتيجة 27 هدفا مقابل 18. كابتن ناصر، بالنسبة لبطل أفريقيا مكسب تواجده في هذه البطولة، أعتقد قدم واحدة من أجمل المباريات في البطولة، وبالتأكيد هو منافس كبير على لقبها. بالفعل وجود الأهلي المصري مكسب للبطولة، وكذلك المستوى الفني اللي قدمه في المباراة الأولى يعني يعكس الهدف اللي الأهلي المصري يعشانه للبطولة. الظاهر هدفهم واضح، الحصول على بطولة الشيخ محمد بن خالد. يمكن المستوى الفني اللي قدموه البارحة يعني أنا أشوفه يعني من أكبر المستويات اللي موجودة حاليا في البطولة، بالإضافة إلى فريق المجمع البترولي. أتوقع أنا يعني هاي الأكثر فريقين فنيا مستوياتهم مرتفعة.
ممكن يقدم إضافة فنية كبيرة يعني فريق الأهلي المصري في هالبطولة. وكذلك نشكر الجاليات اللي موجودة في دولة الإمارات إخواننا المصريين من سواء مشجعين الزمالك أو الأهلي المصري، صراحة معطين نكهة جميلة لمدرجات صالة نادي الشعب. نعم، أيضا منتخب الإمارات خاض مواجهته الثانية أمام الزمالك المصري، وعبر حوار أخذ مسمى لقاء التعويض باعتبار أن كل فريق تعرض للخسارة في المباراة الأولى ويسعى كل منهما للتعويض. وقد كان لمنتخب الإمارات سبق التقدم في الدقائق الأولى، ولكن سرعان ما استعاد الزمالك زمام الأمور ليتعادل ويواصل التقدم طيلة فترات الشوط الأول، والذي استغل فيه سوء التمركز الدفاعي للمنتخب الوطني، فوسع الفارق لينهي الشوط الأول متقدماً بعشرة أهداف مقابل سبعة. الأداء في الشوط الثاني كان أكثر ندية وإثارة من الفريقين، فرغم احتفاظ الزمالك بسبق التقدم إلا أن منتخب الإمارات كان يضيق الفارق إلى هدف أو اثنين، إلى أن تمكن بقيادة المرزوقي وعبد السلام من تعديل النتيجة عند الهدف السادس عشر، بل والتقدم للمرة الأولى 17 هدفا مقابل 16، لتأتي دراما الثواني الأخيرة والتي انحاز فيها عامل الخبرة للضيف المصري لينهي اللقاء بنتيجة 21 مقابل 20. كابتن حمادة، العودة، لكن حتى العودة احنا كنا ننتظر عودة اقوى من هذه العودة، فارق هدف. منتخب الإمارات عند الهدف السابع عشر كان 16. متقدما 16. على 16. على الزمالك. اللي بيضيع بيجي في جوان كابتن، اذا ضيع طول البطولة راحت عليك خلاص. ما انا بقول لك يعني انا النهاردة يعني مثلا ماتش النهاردة احنا وصلت فرق 4 فرق 5 يعني انا وصلت، بتروح تجيب انت جون بيرجع عليك، بتشوط شوطه عشوائيه بيجي عليك والجون بجونين على طول كده، ما هو انت بعد ما تفرق صحيح هيجي فيك جون بجونين. صحيح. الفكره كلها شوف هقول لحضرتك حاجه وانا بقولها قدام الناس كلها، ان شاء الله لو الزمالك ربنا كرمه وقدرنا ان شاء الله نخش دور الاربعه هتلاقي مستوى تاني خالص، صوره ثانيه غير صوره ثانيه خالص، لان انا برضو بعد انا عندي ناقصين كتير، عندي نواقص كتير، عندي امتحانات يعني ناس بقالها شهر ما بتتمرنش امتحانات، وفظروفنا صعبه. النادي الاهلي فرقه منتعشه ببطوله افريقيا، خدت بطوله افريقيا، عندهم العدد كتير عكس عندنا، رغم انهم برضو عندهم في طلبه، عندهم طلبه برضو وعندهم امتحانات برضو بيجوا، لكن هم لامين نفسهم كويس. انا مشكلتي ان لو اللعيب لو يركز في اللعب هيجيب الماتش. مشكلتكم عند المرمى فقط، مشكله فريق الزمالك امام المرمى فقط. ما حضرتك يعني انت بتتكلم على حراسه المرمى على الشوط على ماتش العرب القطري، احنا ما صديناش اساسا، ما كانش يعني انت فاهمني حضرتك. لا. لكن النهارده يعتبر اصل هشام السبكي ده اللي واقف جون النهارده ده مواليد 94 يعني لسه صغير، احنا عندنا كريم هنداوي بس في المنتخب. نعم. فاهمني حضرتك. لكن حراسة المرمى ايضا لمنتخبنا الوطني كانت مميزه جدا، واتكلم عن نقطه مهمه بان اذا ما تاهل الزمالك ثانيا عن المجموعه لا ممكن يتاهل اول، ممكن ممكن، لكن ايضا اذا تاهل ثاني تتقي مع الاهلي ممكن اتاهل اول. انا اقول لحضرتك المجموعه دي مجموعه فيها كلام يعني. يعني لو بطوله رسميه يعني. لو بطوله رسميه كنت طلبت من اللجنه المنظمه ان الماتشين يتلعبوا في وقت واحد اكيد اكيد عشان تكافؤ الفرص. البطوله التي شهدت التجمع العربي والاوروبي رصدت الكاميرات العديد من الاحداث التي جاءت من خلف الكواليس، نتابع جزءا منها. بلادي 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 يا بلادي يا غير فاري ربي حماها، بلادي
بلادي بلادي يا بلادي يا وطن الأبطال ربي حماها. بحناجر البراءة ولمسات الطفولة كان الترحيب بضيوف الشارقة في بطولة المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن خالد القاسم السادسة لكرة اليد. هذا ميرانهم الأخير قبل دقائق من انطلاق حفل الافتتاح. يتجمعون متحمسين للحفل وترى السعادة في وجوههم وهم يستذكرون كلمات الأغاني والرقصات التي تدربوا عليها أياما للخروج بحفل يهنأ به الحاضرون. نحن في دولة صغنا سعادتها إلى طريق الخير خليفة قائدها سلام الله على الإمارات وقائدها. خارج الصالة ما من نواعم كما في داخلها، هم رجال الغد من أطفال الإمارات يتدربون على اليولا، كذلك لإثراء الحفل بشيء من فنون الماضي، فن يحبه الإماراتيون ويفخرون به وينال في الوقت ذاته إعجاب زائري الإمارات. أول الفرق الواصلة لحضور الافتتاح كان الأهلي المصري، سارعت الكاميرا نحوه فأخبرها أنه معجب بحسن التنظيم وإن كانت البطولة في بدايتها. نشكر طبعا المسؤولين في نادي الشعب على الاستقبال في المطار، ومن أول لحظة دخلنا الإمارات وهم استقبلونا أحسن استقبال إحنا وكان نادي الزمالك معنا، ولا طبعا الإقامة كلها كويسة، ده معروف أوريدي على الإمارات يعني مش حاجة جديدة بالنسبة لنا. متطوعون إماراتيون ومن جنسيات عربية بادروا إلى المشاركة في هذه البطولة، عبروا بذلك عن حبهم للشارقة وما تستضيفه من أحداث. بالطبع هؤلاء بعض من فريق قناة الشارقة الرياضية، والقناة بكوادرها فنيين وإداريين ومعدين دائما حاضرة حيث الأحداث الكبرى دعما لكافة الرياضات في الشارقة والإمارات الأخرى. شعيب تميمة البطولة أسعد الأطفال كثيرا في الحقيقة والكبار أيضا، وأضاف للبطولة منذ لحظاتها الأولى مذاقا خاصا. أستاذ صلاح، أنا أعجبت صراحة بالأجواء العامة اللي شاهدناها في هذا التقرير، واللي هي بالفعل أجواء هذه البطولة المميزة جدا، لكن ما الذي ينتظرنا في حفل الختام؟ بالنسبة لحفل الختام تقريبا خلاص يعني تم الاتفاق على تفاصيله يعني مسبقا في الاجتماعات السابقة. يوم السبت إن شاء الله القادم راح يكون في اجتماع خاص لحفل ختام البطولة، راح يحضر سعادة عبدالله سلطان الدح مسر عام نادي الشعب للاطلاع وكذلك يعني تثبيت حقيقة البرنامج بشكل ختامي. نتمنى إن شاء الله أن الختام أيضا يلاقي نفس الـ يعني القبول ونفس الاستحسان اللي لاقاه حفل الافتتاح ان شاء الله باذن الله. كابتن ناصر، كلمه اخيره، ما هو المنتظر في نهايه هذه البطوله؟ انا يمكن بدايه او نهايه اشكر الرعاه والمساهمين في انجاح هذه البطوله، ونتمنى ان شاء الله كل التوفيق لجميع المساهمين، ومن انجز ولو شيء بسيط في هذه البطوله لهم كل الشكر والتقدير. نعم كابتن سي حميد، احنا تقريبا وصلنا لختام هذه الحلقه، واحنا سعيدين بوجود الاشقاء من الجزائر في هذه البطوله. كيف تنظر لما شاهدناه خلال هذه البطوله وما هو قادم بالنسبه لايام المسابقه؟ والله العظيم صدقني اول مره باش نقول لك نشارك في بطوله هكذاك نظمها نادي بهذا الحجم وبهذا التنظيم المحكم، والله العظيم غير احنا يعني فخرين بهذه المشاركه،
ونتأسفوا لما شاركناش في الطبعة الخامسة اللي فاتوا، وإن شاء الله هنكونوا حاضرين في الطبعة السابعة إن شاء الله. هذا هو هدفنا، إن شاء الله نكونوا حاضرين. نتمنى كل التوفيق للإخوان المنظمين، ونشكر كاع الشعب الإماراتي بصفة عامة على الاستقبال، على يعني الأخوة اللي صبناها في منذ وصولنا للمطار إلى يومنا هذا. حللتم أهلا وزلتم سهلا أيضا. كل سنة الأشقاء المصريين كابتن، وأيضا الأشقاء الجزائريين يكونون حاضرين معنا كابتن حماد، وسعيدين دائما بتواجد الأشقاء المصريين في هذه البطولة. شكرا شكرا. أنا بتكلم بس أقول بعد إذن حضرتك، أنا بشكر جميع القائمين على هذه البطولة، وخاصة الأستاذ سعيد مطر ومديرة النادي الدكتورة نهى وكاتبة العاملين معاهم، ده بالإضافة بقى إلى اللجان الفنية والإعلامية والعلاقات العامة. صراحة أنت لو شفت، خلي بال حضرتك البطولة دي مش جوه الملعب بس، أكيد. البطولة دي بره الملعب، لو شفت الأجواء بره الملعب هتعرف قد إيه الناس دي عملت شغل. ربنا يوفقهم، وربنا كمان يعلي البطولة دي أكتر وأكتر في ذكرى راجل، يعني أنا أول مرة خالد بيخلدوه وهو يعتبر متواجد معه، الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له. وصلنا مشاهدينا للحظة الختام لحلقة برنامجكم تايم أوت، نتمنى أن نكون قد وفقنا في جلسة الدقائق معك عزيزي المشاهد. كما نتوجه بالشكر لضيوف هذه الحلقة، سي حميدة مدير جهاز كرة اليد بنادي المجمع البترولي الجزائري، شكرا لك ولتواجدك أستاذي الكريم. أيضا الكابتن حمادة عبد الباري رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك، شكرا لك كابتن حمادة. أيضا أستاذ الكريم صلاح الحسني مدير رئيس لجنة الفعاليات في البطولة، شكرا لك أستاذ صلاح. أيضا ناصر الحمادي رئيس اللجنة الفنية في البطولة، شكرا لك أبو علي ولتواجدكم. انتظرونا بإذن الله الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.